طبعاً في كثير من الأخوات تتساءل هو شو الوقت المناسب لممارسة الرياضة؟ في ناس ترشح ممارسة الرياضة في وقت الظهر، وهون الآراء تختلف، والأسباب اللي خلت الناس تقول إن أحسن وقت ممارسة الرياضة بعد الظهيرة، لأن العضلات تكون على أشدها، لأن الشخص يكون يقظ، في نفس الوقت ارتفاع درجة الحرارة هي من العوامل المساعدة على الأداء جيد للجسم. في ناس تانية تقول لا، إن الأداء المفضل للرياضة هي فترة الصبح. فترة الصبح لأن بالنسبة للتمثيل الغذائي للجسم يساهم في حرق السعرات الحرارية، كما أن المواظبة على التمارين في فترة الصبح هي أسهل. لكن في آراء تانية مختلفة تماماً تقول لا، إن ممارسة الرياضة حسب أهداف الأشخاص. وفي بعض الخبراء يقولون إن لما في فترة مميزة لممارسة الرياضة، لأن أهداف الأشخاص تختلف من شخص إلى آخر. بالتالي فترة الصبح، فترة المساء، فترة الظهيرة، فهي تمشي حسب طبعاً الحياة اليومية للشخص أو الفرد. بالنهاية المصلحة هو ممارسة التدريب الرياضي وعدم الاستغناء طبعاً بالاعتماد إلى الأسباب اليومية، هي ما فيش وقت عشان نمارس الرياضة. فأختي الكريمة لا تبخلي على نفسك ومارس الرياضة في أي وقت مناسب لك. شكراً، ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة.